أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم ديال مادة القرآن الكريم بتصحيح التمرين اللي كنت كلفتكم به باش نجزوه في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين لا مشاهدينا نجزتوا هذا التمرين. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة، وكان مطلوب منكم في هذا التمرين أنكم تدربوا على كتابة هاد جوج ديال الكلمات. نشوفوا الكلمة الأولى كيفاش كتكتب، وفي نفس الوقت غادي نقراوها. إذا عندنا الكلمة الأولى اللي هي أفواجا، كنكتبوها بهذا الشكل أ ف و أفواجا. عودوها أفواجا مزيان، نشوفها مرة أخرى كيفاش تكتب أفواجا. عودوها أفواجا مزيان، نشوفوها مرة أخرى أفواجا. عودوها أفواجا مزيان. ودابا غادي نشوفوا الكلمة الثانية اللي هي الفتح، شوفوا معايا كيفاش كتكتب الفتح. عودوها الفتح مزيان، نشوفوا الثالثة الفتح. عودوها الفتح مزيان. إذا من بعد ما صححنا هذا التمرين غادي ندوزوا الآن نستمعوا لقراءة مباركة جديدة لسورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة ديال هذه الصورة الكريمة غادي ندوزوا الآن للترديد الجماعي، بمعنى غادي نقرأ وغادي ترددوا مرايا، وكذلك أنتم مشاهدينا غادي ترددوا معنا. بسم الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذا من بعد ما درنا هذا الترديد ديال هذه الصورة الكريمة غادي ندوزوا الآن لهذا التمرين اللي غادي نجزوه جميع. دابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة، كما كتلاحظوا معايا عندنا أربعة ديال الكلمات وثلاثة ديال الفراغات، والمطلوب منا هو نضع كل كلمة في المحل اللي كيناسبها. نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله و هنا خصنا واحد الكلمة، شنو هي الكلمة اللي غادي نملؤوا بها هذا الفراغ؟ أمينة. الفتح. الفتح أحسنت. إذا كنكتبوا الفتح في هذا الفراغ وكنقراوها الفتح. عودوها الفتح مزيان، وكنقراو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. هنا أيضا خصنا واحد الكلمة، شنو هي الكلمة اللي غادي نملؤ بها هذا الفراغ؟ حليمة. أفواجا. أفواجا أحسنت. إذا غادي نكتبوا أفواجا في هذا الفراغ. أفواجا. عودها أفواجا مازيان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. هنا خصنا واحد الكلمة، شنو هي الكلمة اللي غادي يملؤ اللي غادي يملؤ بهذا الفراغ؟ رشيدة. بحمدي. عودي. بحمدي مازيان. إذن غادي نكتبوا بحمدي كما كتلاحظوا معايا في هذا الفراغ، وكما كتلاحظوا بقات لنا كلمة استغفره اللي ما احتاجيناش نستعملوها حيت هي موجودة بعدها في المكان ديالها كيف كيبان لنا على الشاشة. واستغفره. عودوها
واستغفره. مازيا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إذن وهكذا نكون كملنا صورة النصر، وحاولوا تحفظوها وتعرضوها على فرد من أفراد العائلة ديالكم، وحاولوا تراجعوا مزيان الصور اللي سبق لنا وشفناها، لأن في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نديروا مجموعة من التمارين اللي غادي نتبتوا بها داكشي اللي كنا تعلمناه. وهكذا أخواتي إخواني أتينا على نهاية هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة، ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.